أبو حيدر وين راح بالك؟ الله، شوف الإنسان إيش قد يعمل بحياته ويركض ويوازي الآخرين، بس من يوصل لهذا المكان حس بأنه هي هاي يعني نهاية الإنسان هو الموت. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال بما معناه تنجلي القلوب بقراءة القرآن وزيارة القبور ويعني الدعاء. أنت تزور القبور؟ أي طبعا، لأنه سندي والدي الله يرحمه كان هو سندي الأساسي بحياتي، وهو معلم الأول يعني أنا ربيت عائلتي وكونت عائلتي، كان هو السبب أنا أتعلم أنا أكون شو مخنوق وحيدر؟ خايف؟ لا أبدا. ليش؟ لا مو خوف، بس أنا شوف أقول للإنسان يعني شوف هاي الحياة قد صغيرة، بحيث إحنا مصيرنا هنا، مصيرنا جوا القاع، بس هنيالك يا فاعل الخير، هنيالك اللي تقف مع الناس، تساند الناس، تساعد الناس، تقدم خدمة للناس. أنا أعتقد الحياة هي منتهية على قول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما قال اعمل لدنياك كأنك باقي أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني الحقيقة شوف حتى الصلاة يقول لك من تصلي تذكر هي هاي آخر صلاة، صلاة الوداع أو صلاة المودع بيها. فأنا أعتقد الإنسان لازم يتعظ. أنا أتمنى كل الناس هسه كل الناس يجون يزورون المقابر. أنت من كنت تزور المقبرة فقط من أجل أن تقرأ الفاتحة لوالدك لو هم تذكر نفسه؟ لا 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 أبدا، بالعكس أنا كنت كل ما أوصل المقبرة أحس بعد يعني جهد جهيد بالحياة، أحس أنه إرادك أن تسقل داخلك ومشاعرك وأحاسيسك بأنه هاي الحياة حياة فانية، فلذلك من ترجع يعني هي العبرة وين؟ من ترجع بعد ما تقرأ الفاتحة لأمواتنا رحمه الله جميعا، العبرة بأنه أنت من ترجع بثمرة بموعظة، يعني درج جديد تقول الإنسان وين يوصل؟ وبكل الأحوال منتهي، بس يبقى عمله، يعني ما موجود بالقبر الآن هو عملك فقط، لا مالك ولا جاهك ولا أولادك. ربما الأولاد يكونون مثل ما يقول له أنت سوي مسجد حتى يذكروك أو تربي إنسان يعني صالح، والحمد لله يعني أنا أطمئن أن أولادي صالحين، يمكن بعدي راح يدعو لي. أنا ذكرني كلامك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، يقول مرة عيسى ابن مريم عليه السلام بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به بعد عام فإذا هو ليس بيعذب أو فإذا هو ليس يعذب، صح، فقال يا رب مررت بهذا القبر قبل عام فكان صاحبه يعذب، ومررت به اليوم فإذا هو لا يعذب، فأوحى الله عز وجل إليه سبحانه وتعالى يا روح الله إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ولده. صحيح. أنت خايف أن تعذب في القبر أبو حيدر؟ والله شوف الإنسان مو معصوم من الخطأ، أي، ولكن أنا مطمئن بقضية مهمة بداخلي بقرار الداخلي، وهذه أنا ما أعتبرها يعني
ما اعتبرها نرجسية وواحد يدعو نفسه، بس أنا مطمئن لقضية أنه أنا ساعدت هواية ناس، وقفت هواية وهاية ناس، وما أذيت ناس والحمد لله، لأن بداخلي ماكو ضغينة. يعني أهم شيء الإنسان كل ما تكون سريرته نظيفة ونقية مع الناس، فأنا أعتقد هذه مهمة. وبالإضافة إلى هذا يمكن الناس كلها تعرف، يعني أو الناس المقربين من عندي حتى بالوسط الفني يعرفون أني من النوع اللي جيت من عائلة دينية وبقيت ملتزم بالدين، يعني من طفل إلى هذا اليوم. وهذه ما أقولها رياء ولا أقولها تجني ولا أنا أقولها علمة، لا بس حقيقة، لأن كل الناس اللي يعني يعرفوني راح يشوفوها يتأكدون من هذا الشيء. ولذلك أنا مطمئن الآن أنا أدي رسالتي لعائلتي وأدي رسالتي بالحياة. ولذلك حتى باختياري للأدوار اللي أديها دائما حريص أن أكون أدي رسالة بها قيمة. هم فد يوم أديت دور ميت؟ أي أكيد. شنو الفرق ما بين ذلك الدور وهذا الدخول؟ صار عندك ربط، شعرت بجنبة ستار خضير الفنان لو جنبة ستار خضير الإنسان هسه؟ والله هنا تنتهي الفنان. ها والله يعني حقيقة هنا الإنسان فقط. الآن أنا الآن أحس جزء من هؤلاء الله يرحمهم جميعا. الآن أقف الآن ربما تسترني الآن الثياب، ولكن في داخلي أنا عاري داخلي أمام الله سبحانه وتعالى. الآن أنا أدرك بهذه اللحظة أني أحمل فقط أعمالي، ويا رب إن شاء الله أكون قدمت أعمال زينة، ويمكن بعد السنوات المتبقية من عمرنا يكون أيضا هذا البرنامج حقيقة. أنا هذه لازم أقولها، يعني هذا البرنامج الآن أنا أتمنى كثير من الناس يجون يمرون بهاي التجربة وتوقفوهم هنا، حتى يدرك، مو فقط يروح يقرأ الفاتحة ويرجع، لا، حتى يدرك بأنه الآن هو أمام الله سبحانه وتعالى، هو عاري من كل شيء إلا من أعماله اللي هي الصدقة الجارية. الحمد لله، يعني هذا واحد عيب يحكي بيها مو حلوة، بس الصدقة الجارية مهمة للإنسان، الإنسان اللي ما عنده ضغينة على الآخرين. والحمد لله والشكر أنا بالوظيفة يمكن 40 سنة ما غثيت أحد ولا جاوزت على أحد، ومعروف يعني هذا مو حديث، مو دا أقوله لأنه أنا واقف الآن هنا بهاي بالمقبرة، لا، بس أقوله وأنا مطمئن تماما اللي بداخلي. يعني أبو حيدر، اللي عرفته من المقربين إليك، أنت ما تتأخر هواي عن زيارة مراقد أهل البيت بالكاظمية كربلاء. صحيح. أنت فنان و... بالمناسبة أنا كنت قبل أول البارحة كنت بالكاظم، يعني ماخذ عائلتي بالكاظم عليه السلام. يعني أنت فنان وعايش جو الفن ومسافر ورايح، هذا الارتباط الفطر اللي عندك وأهل البيت إجا منين؟ إجا من ثقافة، من اعتقاد؟ لا 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 لا، مو بهذه. إحنا نشأنا، أنا نشأت بعائلة متدينة تماما، عائلة عندها الالتزام. يعني حتى من جيت أنا للفن كان هواي ناس معترضين، إلا بعد ما شافوا أعمالي، إلا ما شافوا أنا قدمت. اختلفت الرؤية إلا ما شافوا. من هو الشخصية اللي كنت من أهل البيت تتمنى أن تأدي دورها في يوم من الأيام؟ أبا الفضل عباس عليه السلام. وأنا يعني فعلا كتبت، يعني أنا الآن كتبت، عندي مضيف أبا الفضل عباس، عندي عمل اسمه ولازلت يعني أحتفظ به. هذا المضيف أنا يعني كاتبه، هو مكان لامرأة ورجل معوق، ويبقون هم كانوا الناس تعرف سرا يجون لزيارة الكربلاء المقدسة، فكانوا من يجون يمرون بهذا ذولا يعني بالخفاء عن الدولة، فكانوا يساعدون الناس. سبحان الله بعد كذا فصار مضيف حقيقي، تحول لمضيف مضيف حقيقي. نقدر ندخل؟ اي ليش ندخل؟ خلي هناك الفانوس. اي تفضل استريح نانا. يا الله اريدك تصير قبال
هو احنا كنا مصيرنا هذه هاي الحفرة أكيد. شنو شعورك لما دخل الحفار؟ أنا أشوفها عادية لأنه هذا شيء محتوم للإنسان والله. يعني هاي الطمأنينة لعدك أستاذ ستار. قد بعض يقول إنه ستار اليوم قامة فنية كبيرة فممكن أن يؤدي هذا الدور. لا لا لا. لكن بس أنا صراحة. لا لا وحق هذه التربة الطاهرة هسه أنا أقف على تربة طاهرة طبعًا. تربة كربلاء. كربلاء المقدسة أي. مطمئن انه احنا هذا مصيرنا الحقيقي ولا وهذه كلها زائفه بس مع تدخل الى هاي التربه ضوء كبير مع الانسان ومو ضوء واحد اكثر من ضوء هي اعمالك وما قدمته للناس يعني انت محضر متاعك على قول تهنى الحمد لله محضر متاعك مع العلم اني الوحيد الام وابويا يعني اعرف ابن الوحيد لهم بلي اعرف بس ما دللوني ذاك الان المعروف هذا الدلال لا. بقدر ما ربوني ولذلك انا الان يعني حيدر وكرار وبناتي الله يحفظهم بناتي اثنين من الزوجات دائما يعني يكون حديث وياهم على هذا المنوال انه الانسان ترى الفلوس تروح والناه يروح وكذا يبقى الانسان بعمله بسريره داخله وذاكرته عند الناس اي يعني هذا لازم الانسان يذكر بها عائلته انا اعتقد شوف هسه حتى رمضان يعني بهذا رمضان الان اختلفت الاجواء رغم انه انا يمكن اخذك بعيد عني اخذك بعيد اختلفت الاجواء الان عن ما كنا سابقا كان اجدادنا الله يرحمهم وابائنا كان من يجي وقت الفطور شوف الصينيه او هاي السفره عامره بس عامره مو بالاكل لا عامره بالحكايات الدينيه عامره بالدرس الحقيقي اللي احنا يعني شربناه من اهلنا زين ابو حيدر خايف على اولادك من موتك أنا أقول اللهم لا تفجعني بيهم يعني بس أنا مطمئن لقضية مهمة بحياتي أنه بعدي أنا ربيت صح إذا أقول لك الآن باوع القبرك وغمض عيونك وده شوف من أول واحد يجي ببالك هسه قد يكون راحل قد يكون صديق قد يكون أم حيدر قد تكون ما أعرف عندك تباوع للقبر من الأموات ولا من الأحياء أموات أو الأحياء أموات. أنا الحقيقة أنا شفت تعلقك بوالدك بوالدي وتكلمت إنه أول ما دخلت المقبرة راح والدي إلى والدك أنا أعتبره هو المعلم الأول إذا تباوع إلى القبر الآن إيه أنا أتذكر والدي الله يرحمه من دفنا يعني أنت كنت حاضر مراسيم الدفن طبعا أنا كنت واقف ودخل واحد من عمامنا الله يرحمه دخل تمدد بالمكانة لأنه هالقد ما كان هو عزيز عليه زين وحيدر كرار عوفنا أنا وأبو حيدر أنت شفت عمك شلون نزل بقبر أخوه أي اللي هو والدك أنت تقدر تنزل بالقبر أي أنزل ما خايف لا والله ما خايف والله ما خايف لأنه هو هذه الحقيقة الأساسية بالدنيا كلها أنت ما خايف مهما طلت مهما طلت أبو حدوري ما خايف على مشاعر حيدر وكرار أم حيدر من يشوفونك وأنت الآن بأوجك أنا خايف على شغلة واحدة مهمة جدا اللي هي أنه أنا خايف أريد أكمل بعد مسيرتي وياهم لأن بعد عندهم طموحات واي ببالك أماني لهم واي أماني شنو أمنيتك اللي متمنيها قبل أن تموت أنه أنا أشوفهم كلهم كل واحد في مكانه والحمد لله أنا هم يعرفون طبعا كل الناس تعرف أنا كل واحد منهم حددت له حتى هاي شغلة الورث حتى ما أريدهم يحسون بعدي من هذا الخلاف الآن القائم هي المشكلة الآن فأنا هاي جاوزتها الآن وأنا بهذا العمر جاوزتها ودائما أقول لهم شوفوا بقى مثلا فلان مكان هذا ترى هذا فلان وفلان بيه وهذا لفلان يعني مسبقا مرتب حياتك مرتبة ندمان على الشيء بحياتك سويته أي هذه اللحظة أي شنو تتوجه لله على اللي ندمان يعني
أدعو من الله سبحانه وتعالى، ربما احنا أخطأنا بحياتنا، ماكو إنسان معصوم من الخطأ. لا. أنا ندمان بحياتي لأن صرت فنان حقيقة أقول لك إياه، بس بعد دخلنا المجال وما ولأنه موث يعني أنا أحس نفسي بعيد عن الفن، وحقيقة هم يمكن الفن فنانين أيضا يدركون، لأن أنا بعيد عن جلسات وحفلات كذا، بعيد تماما عن هذا الموضوع، ولذلك أحس نفسي. بس بالنتيجة أنت وصلت أنا رسالة، بس أحس بالمقابل أنا باقية النسوان باقية، باقية إحنا باقية عندنا باقية. أنا مرات يعني ما أروح هواية للقراءة والكذا، لأنه أخاف من الناس يطلعون من أجواء الحسين ويحشون على فنان وكذا يحشون. تحس بالطمأنينة بشكل مو طبيعي الآن، أنت بين الحرمين عندك إحساس، ترى مو كل المسلم، أي مسلم مو حتى المو مسلم، أنا شفت الحقيقة بمهرجانات قسم إجوا ويانا مو ناس عرب ما لهم علاقة بالموضوع، استغربوا هذا الإحساس الغريب اللي يمتلك الإنسان هو ما بين الحرمين، ما بين أبا عبد الله الحسين وأبو الفضل عباس سلام الله عليه وسلم. هذا أريدك من ترجع لأم حيدر وبمجلسكم هذا مع العزماء النساء تفتح هناك، ربما تدخل البشرة عليها مرات تفرح بها. معتادين من شيء إنسان من عندنا من جماعتنا من أصدقائنا من حبايبنا نبريد ذمة إذا كنا نحبه كذلك، وإن شاء الله ناسك تبريك الذمة، ولكن أنت بحياتك هاي الطويلة قد يكون إنسان زعلك تعبك تكلم عنك تبريهم الذمة، أكو ببالك شخص ما تبري الذمة تعبك سبب له. احنا بحياتنا العادية ترى مرات شوف انسان يسيء لك وكذا، بس انت بداخلك حتى واذا ما تلتقي بيه يعني من شوفه يصير بعيد هم تبري الذمة، لانه ما معقولة يعني انت انسان تجمع الضغينة بداخلك وتروح بيها، يعني مو حلوة، يعني مو حلوة، هي مو انسانية. احنا اصلا مشتقة الإنسانية من كوننا الناس، يعني أنت إنسان، فما معقول الإنسان يأخذ هاي الضغينة ويروح، فأعتقد أبري كل الناس الذمة، حتى الأساؤلي، حتى اللي ما عرفوني، ربما قسم من الناس أساءوا الظن في يوم من الأيام على شيء مادي كذا، بعدين اكتشفوا أنه أنا بعيد عن الماديات والحمد لله والشكر، حتى ذولا أنا أبريهم الذمة. يعني خليه ذنب بجنبك، انت قارئ للقران يعني من نوع اللي هذه اوراق فيها ايات من القران، ايه تخليها بين يديك وتفتح على صفحه، انت هسه تغمض عيونك تباوع للسماء كيفك، تفتح على فت صفحه من الصفحات شوف شنو الايه اللي رغم انها ما جايب المناظر انا اقراها بالنيابه عنك. الحمد لله وشكرا، ألف الحمد لله وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. صدق الله العلي العظيم. أجمل. تحب تحتفظ بهاي الورقة؟ يا ريت. تحس بيها بشرى لك هاي الورقة؟ اي اكيد. شوف اقول لك شغلة حقيقة، يعني من خلال يعني خبرتنا بالحياة، اي الله سبحانه وتعالى، انا دائما اقولهم مرات يعني الله سبحانه وتعالى مرات الانسان عنده علامات انه الله سبحانه وتعالى اما يحبه او ما يحبه. يشعر حتما. يشعر يعني يحس، لانه مرات الانسان من يكون صادق مع نفسه مع عائلته مع الاخرين ويتمنى كذا شغله، واذا هي تصير ولو بعد حين. يعني انا بصراحه اشياء صارت بحياتي مفاجئه وما كنت متوقع. يقول الامام الصادق عليه السلام، عليه السلام ان احب الله عبدا واراد به خيرا حبب في قلبه الحسين وزيارة الحسين. السلام وبعد الله الحسين. وأنت معروف للقريب من عندك وللوسط الفني، تعلقك وهذا ارتباطك اللي قد يفاجئ الجمهور، اللي جمهور ما يدري بهذه، ما يدري بستار خضير الإنسان، يعرف ستار خضير الفنان الملك. والناس ما أخذ صورة عن الفنان غير موضوع، يعني غير ولكن الوسط الفني فيه الكثير من الشخصيات. أكيد أكيد جميلة رائعة. طبعاً كثير من الفنانين هم ناس راقين ومؤمنين وناس يريد يوصل في الرسالة. يريد يوصل. هو قلت لك الفن يعني هو شيء الوحيد اللي يعني هذا اللي صار اليوم هسه الإلكترون وهاي الفضائيات يعني قدمت. وهذا رسالتك، يعني رسالتك مثل ما أنت لعائلتك الآن. شوف يمكن هسه يمكن ملايين الناس الآن كلمة الفنان تصل مكان ما القارئ يصلها إلى 2003، الفنان يصل إلى، ولذلك هو سلاح ذو حدين مثل أي جهاز آخر، أما تستخدم هكذا وتستخدم. أنت تكلمت عن الرسالة الفنية وكذا، هذه دخلت وحدك هاي الظلمة والوحشة، أنا أريد تكتب رسالتك الأخيرة وليس وصيتك. برسالتك اكتبها لأهلك، لأصدقائك، لناسك، رسالة تقرأ بعد رحيلك، وأتركك وحدك تكتب رسالتك، وأتركك وحدك مع قبرك أنت وأعمالك. شو تريد تسولف في القبور؟ شو عندك من الموضوع خاص؟ هذا القلم. وأنا أتركك تكتب رسالتك، وما راح أستأذنك، شعرك مطمئن.
شلون بي وسيق الواز يحسابي وين ملئ مني المعاصي كتاب شلون بي لو غراب مني الأجل واخذ سمعي لموت ولساني انشكل وظلت عيوني تدير على الاهل تشوف فاته الليل دميع لا ينصار.